اختارت من الفن التشكيلي الرسم ليكون شغفها في التعبير عن أحاسيسها ومشاعرها. اكتشفت موهبتها بمفردها وطورت أداءها، فأصبحت تتفنن في رسم البورتريه ولوحات طبيعية مستخدمة الألوان الزيتية والإكريليك والفحم والرصاص. فيني لاقي نقطة بداية بحياتي للرسم، لأنه أنا أول ما وعيت على الدنيا لاحظت شغف كتير كبير بالرسم، ولقيت حالي بهي الموهبة. بالفن التشكيلي في طبعا مجموعة من الفنون، في النحت، في الخط، في كل شيء، بس أنا حسيت أنه الرسم هو بترجم مشاعري وأحاسيسي بشكل كتير كبير وأكثر من أي شيء تاني. بهي الفترة يلي مرقت علي آخر فترة عم بستخدم الألوان الزيتية. قبل كنت استخدم الإكريليك والرصاص، إلى حتى القهوة أنا فيني إني حولها للوحة فنية جميلة. لوحات لا تشبه بعضها البعض، فلكل قصة ورواية تسير على خطى ملهمها في الرسم دافنشي المتمرد على الألوان. ريشتها تميل للألوان الداكنة في معظم الأحيان بسبب ظروف الحرب واللجوء التي عاشتها وتأثرت بها، لكن تلك الظروف لم تزدها إلا إبداعا وعطاء. تبعت المدرسة دافنشي، أو فينا نقول تبعت رسم دافنشي لحتى أوصل لمستويات أفضل من هيك. بحس إنه اللون الأسود هو أكثر لون فيك تقولي بترجم مشاعري رغم الظروف يلي نحن مرقنا فيها، وانتقالي من مدينة لمدينة أو من بلد لبلد أثر فيني كتير، وحتى أني أنا أبدعت أكتر. شاركت آية في عدة معارض للرسم مع فنانين محترفين، لكنها تحلم بمعرض رسم خاص بها ومن توقيعها. تمتزج خيوط الأمل لترسم مستقبلا يزهو بألوان مفعمة بالحياة وطموحات تعانق السماء، أبدعتها أنامل وردية تتحدى اللجوء ومصاعب الحياة. من طرابلس شمال لبنان، مايا هاشم، أورينت نيوز.